اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحه تكمل العربيه، معكم رزاق ظهري محلل ومدرب معتمد في هذه الشركه. بهذه الجلسه وجلسه بعد الظهر مثل ما وعدتكم رح تكون جلسه تعليميه نشرح فيها بعض المؤشرات واستراتيجيات التداول، وطبعا باستعمال بعض التحاليل التقنيه رح نقدر نشرح بعض خلينا نقول التداول اللي هو باستعمال الرسوم البيانيه وبعض خلينا نقول المؤشرات الموجوده عندي على منصه التداول. هيدي بالبدايه، ولكن لاحقا رح نرجع نطور هذه المعلومات لدرس اذا بدكم بعض استراتيجيات التداول الاخرى ممكن يكون عم نستعملها بشكل او اخر. في البدايه طبعا بدي احذركم من المخاطر الموجوده بسوق الفوركس او باسواق المال، وممكن انه الخسائر تتجاوز راس مال المستثمر. بهذه الحاله اللي بدي اقول لكم اياه ايضا انه رح نبتدي بتحليل معظم الازواج الموجوده عندي مثل ما طلبته بالسابق. اذا بدكم استاذ محمد اهلا وسهلا فيك بهذه الجلسه، طلبته الدولار كاد، رح نمر على الدولار كاد ونبتدي شوي صغيره بالعمله الاوروبيه الموحده اللي هي اليورو دولار. بس طمنوني انه الصوت والصوره واضح كرمال لنبتدي، ما تاخذونا على الاعطال التقنيه طبعا بالنسبه للانترنت. استاذ سمير اهلا وسهلا فيك بهذه الجلسه. اليورو دولار لكان مثل ما عم نشهد اذا بدكم بعض الموجات التصحيحيه عليه، هل يا ترى بعد عندي استهداف لمستويات اعلى او ممكن نكون وصلنا لتوب خلينا نقول معينه؟ باخذ معي الاعتبار خلينا ناخذ دراسات اذا بدكم للقاع اللي وصلنا له اللي هو مستوى ال 112.05 او 06. بتلاحظوا المؤشرات مثل الام اي سي دي وصلت ل اذا بدكم القاع تبعها وابتدت بالارتفاع. هلا اذا بتلاحظوا امامكم الام اي سي دي او مؤشر الام اي سي دي، بتلاحظوا انه في عندي اختراق او التفاف بين الخطوط الحمر اللي هو المتوسط المتحرك الاحمر والالتفاف مع الشموع اليابانيه خلينا نقول او الكاندلز الموجودين على هذا المؤشر. خليني بس كبر المؤشر لتكون واضحه امامكم واعطيكم مثل يكون شبه واضح لنتاكد من هذه الدراسه. لكن وصلنا للكعب اليورو دولار من وراء انخفاضه من قمه ال 118 وصولا الى مستوى ال 112. بتلاحظوا الام اي سي دي عندي اختراق بين الخط الدوتد لاين اللي هو الخط الاحمر وصولا الى القاع. هلا عند وصوله الى القاع طبعا لهذه المستويات ابتدينا بالدوتد لاين او بالخط المنقط طبعا باللون الاحمر اللي هو يعتبر متوسط متحرك، ابتدينا بالارتفاع مع التفاف الشموع اليابانيه اللي هي الشموع اذا بدكم باللون الجراي مثل ما مبين بمؤشر الام اي سي دي او الماك دي. هلا لما نبتدي بالاختراق والالتفاف ايضا بالاتجاه الصاعد هذا الشيء بيعطيني اشاره ايجابيه، ولكن الشيء اللي بدنا ندرسه نحن انه من وراء انخفاض او من وراء اتجاه عام هابط ما فينا اذا بدكم نشهد اشاره انعكاسيه والتفاف للسوق بشكل مفاجئ وارتفاع عن جديد، وانا من وراء اتجاه عام هابط نتوقع دخول العمله الرئيسيه او الزوج المعين بمرحله افقيه خلينا نقول قبل ما نرجع نبتدي باشاره انعكاسيه. وهيك شفنا على اليورو دولار هذه المنطقة الأفقية اللي دخلنا فيها هي اللي احنا بنعتبرها أو بنسميها على طول بنلقبها بـ ABC أو WXY أو اللي هي. بغض النظر عن هذه الألقاب عم نتكلم شوي صغيرة عن إذا بدكم موجات تصحيحية ومراحل أفقية. هلا بالنسبة لنا وصول اليورو دولار لمستويات ال 115.80 كنا ابتدينا اذا بدكم نشرح هيكلية الموجات التصحيحية، وقلنا ممكن يكون انهينا الموجة A باعتبار انه نحن ما نخترق اذا بدكم القاع اللي ابتدينا منه، يعني هذا القاع خلينا نسميه الموجه رقم 1، تمام؟ خلينا نسميه الموجه رقم 1، هذا الارتفاع اللي هي قمه A، اذا في حال ما انخفاض الموجه اللي هي تلقب بموجه B ما قدرنا نخترق الموجه رقم 1 بنكون حفظنا على الموجات التصحيحيه، وبهذه الحاله نتوقع موجه تصحيحيه بعد بالاتجاه الصاعد. تمام؟ هذه استراتيجيات المنتظرة أو هذه استراتيجيات الطبيعية اللي بناخذها بدراسات إليوت ويف أو موجات إليوت، وطبعا مع استعمال فيبوناتشي. ولكن اللي بدي أشرح لكم إياه اليوم بهذه الجلسة إنه عدم اختراق هذا القاع اللي هي قاع رقم 1، إذا باخذ فيبوناتشي من آخر قاع لآخر قمة، بتلاحظ إنه التثبيت كان عندي لمستويات ال 76.4% اللي هي كانت تعتبر إذا بدكم أو تلقب بويف بي. فهلا نحن عطتنا فرصه او عطتنا اشاره على انه ممكن نبتدي بالارتفاع بويف سي لزياره مستوى ال 116.40 لليورو دولار، تمام؟ 1.1640. طب هذا السيناريو كيف بيكون ايجابي او كيف بيكون جدي او كيف ممكن نرجع اذا بدكم نلغي هذا السيناريو الموجود ونرجع نفكر بالسيناريو الهابط اللي تكلمت عليه من يومين لورا بالجلسات الصباحيه. فبكل بساطه وصلنا الى هذه المستويات بالضبط عم نتداول بقربها هلا، بدنا نفكر بالمؤشرات، المؤشرات عم تعطيني اشارات او التفافات غير منتظمه مثل الام اي سي دي او مثل الار في اي، عم بتلاحظوا الالتفافات ما عندي اشارات واضحه.
يعني عند الأخضر فوق الأحمر بهذه الحالة هون أعطتني إشارة إيجابية، السوق عم يرتفع، والتفاف إذا بدكم الأخضر تحت الأحمر يعني إشارة واضحة إنه السوق هابط، صح ولا لا؟ ولكن مؤشر الـ RVI لما يكون داخل بهذه المرحلة أو بهذا الشكل، التفاف المتوسطات المتحركة بشكل غير منتظم، هذا بيعطيني إشارة على أنه السوق داخل بمرحلة أفقية بامتياز. وبكل بساطة دخولنا بمرحلة أفقية بامتياز بتعني أنه ما ممكن نحن نفكر باتجاه عام واضح، يعني ما ممكن نفكر ب خلينا نقول تداول، إلا إذا في حال نحن مضاربين وعم نفكر نحن بدخول وخروج من السوق بشكل سريع. هلأ اليورو دولار أصبح عندي منطقة، إذا بدكم من ميل تحت أصبح عندي نقطة دعم عم نخدها بعين الاعتبار للتفكير بالسيناريو الإيجابي اللي هي الموجة التصحيحية الثالثة، صح ولا لا؟ هذه هي النقطة. طيب شوف حال هذه الكمة اللي وصلنا لها أيضا من ميلة فوق، تكون كمة اللي هو نعتبرها خط فاصل، خلينا نقول خط فاصل بين السيناريو الإيجابي والسيناريو السلبي عن جديد. يعني إذا في حال طبعا أنا عم فكر بسيناريو إيجابي، إذا في حال عم فكر بسيناريو إيجابي، هل يا ترى إذا في حال عم نفكر إذا في حال عم فكر بسيناريو إيجابي باستعمال في بوناتشي من آخر قمة لآخر قاع، عندي مستويات أيضا 76.4% اللي صرنا محصورين بيناتها. يعني خليني أقول عندي مستويين، عندي مستويين صرنا اذا بدكم السوق محصور بيناته، اللي هو السيناريو الايجابي اللي هو طبعا طالما محافظين على مستوى 113 على السوا، والسيناريو السلبي طالما نحن محافظين على مستوى 114.90 او مستوى 115 على السوا. فبهذه الحاله طبعا السيناريوين الايجابيين الموجودين عندي لازم نحن ننتظر اختراق معين او اختراق هذه المناطق كرمال لنكفي اتجاه الصاعد يا اما الاتجاه الهابط عن جديد. طبعا باخذ بعين الاعتبار هذه المستويات اتوقع انه ممكن يكون عندي اختراق بين هول المنطقتين على المدى الوسط للقصير. خلينا ناخذ اذا بدكم سيناريو مختلف شوي صغيره، بغض النظر عن الار في اي ومعظم السيناريوهات الاخرى. بدي اتكلم شوي صغيره كنت على الدولار كاد لانه طلبتوه مني. خلينا نمر شوي صغيره على الدولار كاد. USD CAD، انتم بتعرفوا العلاقه الايجابيه اللي كانت موجوده بين اسعار النفط اذا بدكم والدولار الكندي ودخوله بهذه المنطقه الافقيه اللي هي مايله على ارتفاع. بكل بساطه معظم المستثمرين اللي جربوا او امتحنوا الدولار كاد انه جربوا الدخول بمراكز بيع كانوا خلينا نقول واجهوا بعض الصعوبات لانه ما كانوا عم بيلاقوا فرصه الدخول المميزه، هل يا ترى على هذه النقطه او على هذه الكمه هيدي او هيدي. فبهذه الحاله طبعا نتوقع انه ممكن يكون عندي بعض السيناريوهات المفترضه اللي هي نحن بدنا نقدر ناخذ بعين الاعتبار الانخفاض من هذه القمه او من هذه القمه او هيدي. فطبعا دخولي بالدولار كاد لازم يكون نقطه دخول مميزه او نقدر نخترق او نقدر اذا بتكون نتصيد نقطه دخول مميزه لاختيار نقطه بيع على الدولار كاد. هلا بالنسبه لنا على رسم بين الاربع ساعات ومن وراء هذا الانخفاض الضخم، ما في شك انه وصلنا لقاع مهم جدا ممكن ناخذه بعين الاعتبار او ممكن اذا بدكم نرسم هيكليه هذا الانخفاض بشكل خمس موجات واضحه، تمام؟ الخمس موجات على هذا الشكل. عند الانخفاض موجه رقم واحد، موجه رقم اثنين، الثالثه الاندفاعيه الاقوى، عندي الموجة الرابعة الأفقية اللي دخلنا فيها، دخل فيها السوق بمرحلة إذا بدكم أفقية أو بأبورد شانل أو نفق ميل على ارتفاع، هيدي تلقب كان بالموجة الرابعة، والموجة الخامسة اللي قدرت تتضمن خمس موجات انخفاض اللي هي على هذا الشكل. هلا ممكن نكون قد انتهينا من انخفاض الخامس للدولار كاد، هلا بدنا نبتدي بثلاث موجات تصحيحيه بالاتجاه الصاعد، يعني ممكن الدولار الامريكي يقوى خلينا نقول على الكندي بالجلسات القادمه، وهذا الشيء بأكد او بيدعم نظريتنا على انه اليورو دولار ممكن ينخفض بهذه الجلسات القادمه او على المدى الوسط للقصير، وايضا اسعار الذهب. عم تلاحظوا اسعار الذهب عم بتثبت مستويات مهمه، ثلاث موجات تصحيحية، تثبيت مستوى 1200، 1316، 1317، تثبيت هذه المستويات بتعطينا ايضا سيناريو واذا بتكون ضغط سلبي لسعر اونصة الذهب لتكملة اتجاه الهابط. خلينا نعرض شوي صغيرة بعض المؤشرات الاخرى، عم نلاحظ التقلبات على اسعار النفط قديش ضخمة. كيف ممكن ندخل خلينا نقول بعض السيناريوهات او بعض المؤشرات لنقدر نستعملها ونكون عم نستفيد منها ونستفيد من هذه التقلبات؟ بولينجر باندز.
بولينجر باندز اللي هن طبعا بيعطوني هدف اذا بدكم او بيعطوني ليميت خلينا نقول اوكي بين السيناريو الايجابي والسلبي، يعني ليميت للارتفاع اوكي او حد اقصى للارتفاع وحد اقصى ايضا للانخفاض. هلا اذا بنلاحظ البولينجر باندز خليني اقول عم بيكونوا مثل الاستيك، يعني لما السوق يرتفع وصولا الى البولينجر باند مايله فوق عم نلاحظ انخفاض، وصولا الى البولينجر باندز مايله تحت ارتفاع، تمام؟ فبكل بساطه هذا هو السيناريو الواضح اللي ممكن نستفيد منه. ولكن اول ما نشهد اغلاق تحت خط البولينجر او على يسار البولينجر مثل هذه الشموع اليابانيه اللي عم تشوفوها امامكم، بهذه الحاله اخذنا اشاره سلبيه، اول موجه تصحيه رح ندخل بمراكز بيع. يعني فور اغلاق الشموع اليابانيه الحمر على يسار او تحت البولينجر باندز عطتني اشاره سلبيه، ونتوقع من وراء موجه تصحيه مضاده ندخل بمراكز بيع، او هذا الشيء بياكد على انه ممكن طبعا نبتدي بانخفاض او موجه انخفاض عن جديد. كنت حابب بس شوف اذا انتم حابين طبعا. استاذ سمير شكرا، انا بشكرك. الداو جونز، الداو جونز استاذ محمد، يعني المؤشرات الامريكيه كنت حذرتكم منها، حذرتكم انه المؤشرات الامريكيه مش بهالسهوله رح ترتد ومش بهالسهوله رح تقدر. خلينا نقوم بتحليل اذا بدكم داو جونز بشكل شوي دقيق. خلينا نقوم بتحليل الداو جونز بشكل دقيق لنشوف على رسم بيانة ضخم، لنرجع نصغر التايم فريم اذا بدكم لشهر، لرسم بيانة يومي، لرسم بيانة اسبوعي، لرسم بيانة خلينا نقول 4 ساعات، ونرجع نشوف اذا بدكم ممكن يكون عندي موجات تصحيه. لانه بعرف انه معظم المستثمرين والمضاربين اذا في حال عم بفكروا بالاستثمار بالداو جونز اكيد رح تكون مراكز بيع للاسف، لانه سيكولوجيه التداول عند الانسان من وراء ارتفاع السوق بقول طب السوق صار مرتفع كثير خلينا نبتدي بالانخفاض، والسوق صار منخفض كثير خلينا نبتدي بالارتفاع، تمام؟ فخلينا شوي ندرس الداو جونز على المدى الوسط للطويل لنشوف هل يا ترى نحن الموجات اللي عم نتكلم عليها اللي هي موجه رقم 1، 2، الثالثه، اوكي؟ رجع انخفضنا باي بي سي الموجه الرابعه، هون عندي 1، 2، 3 اي بي سي خلينا نسميها او 3 موجات تصحيه، ويف 4 يعني تلقب موجه رقم 4، وعندي الموجه الخامسه. طيب عظيم، هذا موجات اليوت على المدى الوسط للطويل، قلنا بعد عنا موجة صعود أخيرة، عظيم. هل يا ترى إذا بنصغر التايم فريم لرسم بيانة يومي أو 4 ساعات ممكن نقدر نستفيد من هذا الارتفاع، أو ممكن نقدر نستفيد من أقله موجات تصحية؟ كتير منيح. خليني أقول لكم السيناريو كيف يكون. من آخر كمي، من آخر كمي مندخل في بوناتشي، هذه الكمي دخلنا في بوناتشي لآخر قاع، واكتشفنا أنه نحن عم نتداول هلأ فوق مستوى ال 61.8%، والهدف طبعا هو مستوى ال 76.4%. يعني انا كمضارب اكدت انه مستحيل يرتد، ولو حتى المؤشرات اصبحت بمنطقه تشبع بالشراء او الاوفر بوت بوزيشن، ولكن داو جونز مستحيل انه يرتد او يعمل لي موجه تصحيحيه قبل ما يستهدف مستوى ال 76.4% اللي هو قرب مستوى ال 25700. 25700 هي الرقم المنتظر قبل ما نفكر بموجة الصحية وايضا كفة الارتفاع. فطبعا ممكن ما يرتد السوق من هون كفة اتجاه الصاعد، ايضا ممكن، تمام؟ ممكن ما يرتاحوا المؤشرات، ايضا وارد طبعا. يعني ارتفاع الداو جونز لهذه المستويات واستهدافه قرب مستوى 76.4% ممكن بكل بساطة ما يرتد السوق وما يصحح هذه المؤشرات، ولو حتى وصلنا لمنطقة تشبع بالشراء بالنسبة للار اس اي، بالنسبة للماكدي، بالنسبة لكل المؤشرات الموجودة على منصة التداول. المؤشرات الامريكية والاندسز الامريكية ممكن تكفي اتجاه الصاعد. هلا نحن وصلنا الى مستوى 76.4%، ممكن عم نتكلم بموجات تصحيحيه بسيطه ولكن ليست موجات تصحيحيه ضخمه. هلا اذا عم تلاحظوا نحن الساعه 4، يعني بعد نصف ساعه عند دخول الاسواق الامريكيه وافتتاح الاسواق الامريكيه، وبهذه الحاله نتوقع انه اذا في حال بدنا نبتدي بالاتجاه الصاعد اذا بدكم عن جديد، او بالمومنتوم او قوه زخم الارتفاع خلينا نقول تتكفي، ممكن نسجل اذا بدكم موجات تصحيحيه بسيطه. ولكن البسيطه بالنسبه للموجات الصحيه بالنسبه لهيك رسم بيانه عم نشوفه امامنا ممكن تكون اقله 150 او 200 نقطه، يعني بتطلع عم نتكلم خلينا نقول بهذا الرينج او بهذا المعدل 150 200 نقطه، بتطلع عم نتكلم عليه كاتجاه، ولكن الاتجاه سنه عم نتكلم 500 و600 و1000 نقطه. لانه اذا بتدخل على رسم بيانه الاربع ساعات بكل بساطه شمعه واحده من الاربع ساعات عم بتسجل ارتفاع او انخفاض بحدود ال 600 و700 بيب، تمام؟
البترول والذهب ماشيين عكس بعض استاذ سمير. طبعا يعني ممكن يكون عندي علاقة اذا بتكون عكسية بين البترول والذهب، ولكن مش بالضرورة يكون، خلينا نقول العلاقة 100% او 50%، ممكن يكون في عندي علاقة خلينا نقول 20%. بالنهاية عم نتكلم على معادن، اوكي، والنفط يلقب بالذهب الاسود، تمام، لان النفط قيمته فيه، والنفط ايضا عم بيستخرج النفط، عندي مخزون، عندي الى اخره. هلا الذهب بطل عندي اذا بدكم استخراج الذهب بشكل واضح او بشكل اذا بدكم ضخم مثل ايام زمان. كنا ننزل باستراليا بمناجم لنستخرج الذهب، ولكن كان يطلع لنا كميه صغيره من الذهب. فهلا البترول حل محل الذهب من ناحيه اذا بدكم العرض والطلب. خلينا ندرس شوي صغيره رسم بياني النفط لنشوف اذا ممكن يكون عندي بعض السيناريوهات المفترضه على النفط. عم نشهد انه ممكن يكون عندي اشارات سلبيه، وكنت توقعت انا انه هذا النمط او هذا الباترن اللي عم نسجله باسعار النفط هو يلقب باكسباندنج اندنج تراينجل. كنت قلت لكم هذا الشيء، اكسباندنج اندنج تراينجل، يعني ممكن يكون عندي اذا بدكم علاقه ايجابيه بين اسعار الذهب والنفط. يعني عم نلاحظ هلا انخفاض النفط، مش يعني اذا ارتفع الذهب دولارين او 3 دولارات بشكل بسيط يعني عندي علاقه عكسيه، لا، بدنا نلاحظ نحن التحركات على المدى الوسط للطويل. اذا في حال هل يا ترى اسعار النفط عم تنخفض على المدى الوسط للطويل، واسعار الذهب خلينا نقول ايضا عم تلحقها او عم تمشي بالاتجاه المعاكس. هلا بنلاحظ انه ارتفاع اسعار النفط من مستوى ال 41 دولار استاذ سمير لزياده مستوى ال 55 دولار، ايضا اسعار الذهب كانت عم ترتفع. ارتفعت اسعار الذهب طبعا من مستويات تقريبا 1210 دولارات وصولا الى مستويات 1320 دولار، ف 41 للنفط وصولا الى 55 دولار للنفط. ايضا ارتفعت سعر اوس الذهب من 1210 لزيارة تقريبا 1320، فارتفاع سعر النفط ايضا عم بيكون في علاقة ايجابية بينه وبين اسعار الذهب. فهذا هو التفكير السليم، وليس التفكير اللي هو طبعا عم نشوف كمضاربة او على المدى الوسط للقصير. اذا في حال شمعة يابانية انخفضت على اسعار النفط، لازم نشهد اذا بتكون شمعة يابانية خضراء على اسعار الذهب. النفط اتوقع اذا بدكم موجاته الصحيه اقله لزياره اول مستوى اللي هو مستوى 52 40 كمرحله اولى، وايضا ممكن يكفي اتجاه الهابط بزياره اذا بدكم موجاته الصحيه لزياره مستوى 49 وحتى 48، رح تكون المستويات المنتظره لاسعار النفط اذا في حال بدنا نفكر بمراكز شراء عن اول وجديد. فبهذه الحاله هلا رح نترقب اذا بدكم انخفاض اسعار النفط لزياره موجاته الصحيه لزياره مستوى 48 و49 قبل ما نرجع نفكر بالشراء عن جديد. قلت لكم بهذه السنه رح نمشي شوي اذا بدكم او خطوه خطوه بسنه 2019، ما رح نقدر نكون عم نحدد سيناريوهات مفترضه على رسم بياني اليوم والاسبوعي من هلا خلينا نقول لشهر او شهرين لقدام، نقول انخفاض لزياره مستوى معين ومن ثم شراء. رح نمشي خطوه خطوه من اول ما نستهدف اذا بدكم الهدف الاول تبعنا اللي هو الهدف الاول خلينا نقول على سبيل المثال خط الدعم عن مستوى 52 40، اوكي، رح نرجع نفكر باختراق لزياده مستوى 49. وصولا الى 49 بنرجع بنفكر بسيناريو ايجابي او سلبي على اسعار النفط. فبهيك الحاله رح نكون عم نمشي خطوه خطوه سويه. عندي اذا بدكم بعض المؤشرات الموجوده عندي على منصه التداول، في عندي حدا حابب انه نكون عم نشرح بعض هذه المؤشرات او استراتيجيه تداول معينه، رح نحدد اذا بدكم برنامج هلا ونمشي عليه. وهذا البرنامج طبعا اللي عم بتكلم عليه رح يكون يتضمن اوقات، رح يكون يتضمن تواريخ طبعا، كرمال جلسات اذا بدكم اللي رح نكون عم نشرحها اللي هي جلسات او استراتيجيات تداول بالنسبه للمؤشرات الموجوده عندي على منصه التداول، او حتى استراتيجيات تداول نحن بنقدمها من شركه تكمل، من محللين شركه تكمل لطبعا متابعينا بشكل يومي. خلينا نمر شوي صغيره على موقع تكمل دوت كوم وندخل على الاكونت تايبس او نوع الحسابات الموجوده عندي. طبعا الشيء المتميز فيه هو حساب البرو وحساب التداول البرو اللي هو طبعا الاشخاص اللي بيتداولوا بشكل يومي وبشكل اجريسيف كمضاربه. بتلاحظ انه عندي نوع من السبريدز او الفروقات المنخفضه، اوكي، المينيموم ديبوزيت هو عم نتكلم ب 100 دولار، تمام، عم نتكلم ب 100 دولار، عم نتكلم انه البيس كارنسيز اللي هن الدولار اليورو الى اخره جي بي، سبريد
بيبتدوا من 0.0 وصولا طبعا فلوتنج رح يكونوا حسب تسعير السوق رح يكونوا 0.0 0.1 0.2 فلوتنج بيكونوا عم ينخفضوا ويرتفعوا. الليفرج او الرفعه الماليه ممكن توصل ل 1.500 مينيموم لوتس رح يكون 0.01 للحسابات المايكرو. اذا بتكون تفتح حساب $100 طبعا ممكن تدخلوا ب 0.1 يعني جزء من العقد اوكي يعني عم نتكلم بدولار واحد كل بيب. فبهيدي الحالة عن هذا الحساب اللي هو برو تمام ممكن إذا بتكون استفيد منه. وأيضا سواب فري إسلاميك أكاونت حساب إسلامي ممكن يكون من دون فوائد ومن دون سوابس. طبعا موضوع السوابس عم نتكلم على الفوائد وخاصة هلأ إذا بتكون الفوائد اللي موجودة عندي بين العملات الرئيسية الأخرى يعني عم نتكلم بين اليورو دولار والدولار الأمريكي إذا في حال دخلنا بمراكز شراء أو مراكز بيع. وبتلاحظوا ممكن يكون عندي إذا بتكون بعض خلينا نقول بالميلز أو بالميل بوكس عم نتكلم هون سواب تشينج. إذا بتلاحظوا أمامكم بيوصلنا نوتيفيكيشن او بيصلنا اذا بدكم يعني انذارات بالسوابس او بالفوائد خاصة للاشخاص اللي عم يتداولوا مع سواب يعني مش برو اكاونت او مش حسابات اسلاميه سواب فري اكاونت. بيصلنا فيهم نوتيفيكيشن على منصه التداول بنضغط عليها بنشوف انه اصبح عندي على سبيل المثال شورت يعني اذا في حال بدنا ندخل مراكز بيع على النفط ناقص دولار فاصل 25 عموله التبييت وايضا نيو لونج 0.01. فبهذه الحاله بيصلنا فيهم نوتيفيكيشن على منصه التداول عند تغيير اذا بدكم الارقام اللي تابعه للسوابس تمام. بالنسبة لنا طبعا وبالنسبة للأمور الأخرى خلينا نتكلم شوي صغيرة أو إن هذه جلسة بالإكزوتيك كروسز أو باليورو نيوزيلندي على سبيل المثال. كنا عم نتوقع باليورو نيوزيلندي مستويات مهمة جدا للموجات التصحية إذا بدكم أو الموجة التصحية الثالثة. فكنا متوقعين إذا في حال ما قدرنا نخترق القاع اللي عم نتداول بقربه هلأ من اخر قاع لاخر كمي مستويات 76.4% اللي تم تثبيته على نيوزيلندا دولار هذه